Hello everybody, how are you? أهلا وسهلا فيكم بقناتي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اللي حابب يقتني الفيديوهات في يتواصل معي عبر الواتس الموجود بصندوق الوصف. معكم أنا دعاء ديبو. Let's go. يونت 13 الوحدة الثالثة عشر بارت 1 listen and read الجزء الأول استمع وأقرأ. اللوحة الأولى. Where did you live when you were young grandma? I lived on a farm in the country. What time did you get up? I got up at 5 o'clock. جميل. هنا دائما كما هي الأسئلة بالعادة للجدة. أين كنت تعيشين عندما كنت شابة صغيرة يا جدتي؟ عشت في حقل في الريف. I lived on a farm in the country. What time did you get up? في أي وقت كنت تنهضين؟ I got up at 5 o'clock. أنهض أو كنت أنهض الساعة الخامسة تماما، يعني الخامسة الصبح. اللوحة الثانية. What did you do at the weekend? ماذا كنت تفعلين في عطلة نهاية الأسبوع؟ I helped my mother. ساعدت أو كنت أساعد أمي. I did my homework. وكنت أعمل وظيفتي. I made bread. كنت أصنع الخبز. اللوحة الثالثة. On Saturday we went to the market. وفي يوم السبت كنا نذهب إلى السوق. What did you sell in the market? ماذا كنت تبيعين في السوق؟ We sold eggs and vegetables. كنا نبيع البيض والخضار. اللوحة الأخيرة. What did you do in the evening? ماذا كنت تفعلين في المساء? We had dinner. I read a book. كنا نتناول العشاء وأنا أقرأ كتاب. I usually went to bed at 9:30. أنا عادة كنت أذهب إلى الفراش الساعة 9:30. Study box. هنا بالstudy box لدينا مجموعة من الأسئلة اللذيذة الجميلة. Where did you live? أين كنت تعيشين؟ Where did you live? I lived in the country. كنت أعيش أو عشت في الريف. What time did you get up? في أي وقت كنت تنهضين؟ What time did you get up? I got up at 5 o'clock. كنت أنهض الساعة الخامسة. Part 2 listen and match. الجزء الثاني استمع وصل. أنا سوف أقول لكم الساعة وأنتم تصلونها. على الصورة A أما الصورة B أما الصورة C أما D أما E. أوكي، إذا قلت لكم it's quarter past eight. It's quarter past eight. أحسنتم، أنا أثق بكم. It's quarter to eleven. أحسنتم. It's 5 o'clock. كأني أسمع الإجابة الصحيحة. It's 5 o'clock. It's quarter past two. It's 3:30. نعم أنا أثق بكم. Part 3 ask and answer. الجزء الثالث اسأل وأجب أو سؤال وجواب. طيب أنا هنا سوف أقرأ لكم السؤال الموجود والإجابة عليه، ولكن أريد منكم أن تنظروا جيدا إلى الصور، تقرروا ما هو السؤال باللغة العربية، تقرروه ما هو السؤال وما هي الإجابة عليه، وأنا سوف أساعدكم في تشكيل السؤال وتشكيل الجملة. يقول السؤال What time في، طبعا السؤال مطروح هو عن اللوحة الأولى. What time did Samer get up? What time did Samer get up? هنا نتحدث عن سامر، كل الصور عن سامر. الفاعل هنا لدينا سامر. What time did Samer get up? في أي وقت كان ينهض سامر؟ الجواب He got up at 6:30. نهض الساعة 6:30. انظروا إلى الساعة، إلى الساعة في اللوحة الأولى. نعم إنها 6:30. طيب كيف أقول في اللوحة الثانية؟ انظروا إلى اللوحة الثانية. كيف أقول ما الوقت الذي ذهب به سامر إلى المدرسة؟ ما الوقت؟ ما الوقت؟ What time؟ صحيح. ثم أستخدم did. ثم من الفاعل؟ سامر. طيب الفعل يذهب go to school، إلى المدرسة. أصبح سهلا. What time did Samer go to school؟ طيب الجواب
أيضا لدينا هنا الفاعل هي، ولدينا جملة بالماضي البسيط هي، ثم فعل بالماض went، he went to school at، انظروا إلى حرف الجر at هنا يأتي مع الساعة، at quarter to eight، at quarter to eight، لأنه الساعة لدينا هنا 8 إلا ربع، أليس كذلك؟ إذا quarter to eight. طيب اللوحة الثالثة والرابعة، احضروا دفترا وقلما من الرصاص وحاولوا ان تكتبوا سؤالا كما مر معنا في المثالين الاول والثاني. لقد ساعدتكم في كتابة السؤال، اصبح سهلا عليكم، اليس كذلك؟ اكتبوا لي على جدول تعليقاتي على قناتي وانا اطلع عليه. Part 4 Ask and Answer، الجزء الرابع اسأل وأجب أو سؤال وجواب. لدينا القسم الأول على اليسار in the morning في الصباح، والقسم الثاني in the afternoon بعد الظهر. السؤال الذي سوف أسألكم أنا إياه وعليكم الإجابة، What did you do in the morning؟ What did you do in the morning؟ السؤال الثاني، What did you do in the afternoon؟ أريد جملتين على كل سؤال، وأنظر هنا أن السؤال هو بالماضي البسيط، لذلك الجواب سوف يكون بالماضي البسيط، وهو عبارة عن جملة، جملة الماضي البسيط التي تتألف من فاعل ثم فعل بالماض ثم تتمة الجملة. أوكي، اكتبوا ذلك على دفتر خارجي أو إذا أردتم أن تكتبوه على جدول تعليقاتي على قناتي وأنا أطلع عليه. Part 5 Project، الجزء الخامس مشروع موضوع Do a Survey. هنا لدينا مسح معلومات، يقول لك اعمل مسح معلومات، يعني مسح معلومات عن الشخص، ماذا يفعل، ماذا يعمل، هكذا. كيف يكون تكون الأسئلة؟ What did you do in the morning؟ أنت سألت شخص ماذا فعلت في الصباح، وقال لك I read a book، أنا قرأت كتاب. طيب الآن ماذا برأيكم سوف يكون السؤال الثاني؟ What did you do in the afternoon؟ صحيح، وهكذا سهلة، أليست كذلك؟ أنا أثق بكم. معاني الكلمات لهذا الدرس، لدينا الجدول على اليسار farm حقل، country reef، what time ما الوقت، weekend عطلة نهاية الأسبوع، bread خبز، half نصف، past و past لها معان كثيرة، لكن مع الساعة بالتحديد تعني و، مثلا السادسة والنصف نقول half past six. الجدول على اليمين لدينا الفعل go يذهب، went ذهب، make يصنع، made صنع، do يعمل، did عمل، get up ينهض، got up نهض، sell يبيع، sold باع، have يتناول، had تناول، وهي أفعال شاذة. لدينا الجرامر لهذا الدرس did طبعا تستخدم للنفي وتشكيل السؤال في الماضي البسيط، تتألف جملة did من. طبعا نحن أريد أن أقول هنا شيء بأن لدينا نحن نوعان من تشكيل السؤال، نوعان من تشكيل السؤال، نوع منهم عندما يأتي did في بداية السؤال، النوع الثاني عندما تأتي كلمة السؤال في بداية السؤال. طبعا إذا جاء did في بداية السؤال يكون الجواب yes أو no، لكن عندما تأتي كلمة السؤال في البداية ثم كلمة did، أو نستطيع أن نقول كلمة السؤال ثم الفعل المساعد، سواء كان did أو do أو does أو فعل من أفعال الكون وهكذا، يكون طبعا هنا لدينا جواب كامل وليس نعم أو لا. أوكي، طبعا تتألف جملة did من هذه أو في هذه الحالة من كلمة السؤال أولا ثم did ثم فاعل ثم فعل بالمصدر ثم تتمة السؤال. لدينا هنا السؤال What did you do in the afternoon؟ ماذا فعلت بعد الظهر، يعني بعد ظهر البارحة ماذا فعلت، أو المهم أنه شيء في الماضي. What did you do in the afternoon؟ انتبهوا هنا did تدل على ماضي. الجواب I read a book، أنا قرأت كتاب، لم أقل هنا نعم أو لا، قلت جواب كامل، جملة كاملة، I أنا فاعل،
ريد فعل بالماض، أبوك تتمت الجملة وهي جملة ماضي بسيط. لماذا هي جملة ماضي بسيط؟ لأن السؤال هو سؤال بالماضي. أوكي، مرحبا بكم مجددا في كتاب النشاط يونت 13 الدرس الثالث عشر بارت 1 ريد آن ماتش الجزء الأول اقرأ وصل. لدينا مجموعة من الأسئلة علينا أن نجيب عليها بوصلها بجوابها الصحيح فقط. لدينا السؤال الأول: What time did grandma get up؟ هنا أريد فقط أن أنوه إلى تقسيمات السؤال. السؤال هنا مقسم من كلمة السؤال What time ثم did. did هنا فعل مساعد، did تساعد فقط على تشكيل سؤال بالماضي البسيط. grandma هنا الفاعل، get up هي الفعل الأساسي. السؤال الثاني: What time did grandma have a breakfast؟ عندما أسأل ما الوقت، هنا عليك أن تحدد توقيت. أوكي، السؤال الثالث: What did grandma's family sell in the market؟ ماذا كانت عائلة الجدة تبيع في السوق؟ Number 4: What did grandma do in the evening؟ ماذا كانت الجدة تعمل في المساء؟ السؤال الخامس Number 5: What time did grandma go to bed؟ في أي وقت كانت الجدة تذهب إلى الفراش؟ طيب، هنا الأسئلة، سوف نرى الأجوبة. ما هي الأجوبة؟ أنا طرحت سؤال، ما هو الجواب؟ الجواب هو عبارة عن جملة. إذا كان السؤال بالماضي البسيط تكون الجملة بالماضي البسيط، جملة ماضي بسيط. نحن قلنا مما تتألف جملة الماضي البسيط. إذا كان السؤال بالحاضر البسيط تكون الجملة بالحاضر البسيط، وقد قلت لكم مما تتألف جملة الحاضر البسيط. لذلك أنا أريد منكم أن تفكروا جيدا، أن تبحثوا قليلا، وسوف تكون الأمور سهلة عليكم. هنا لدينا الجملة A. She had breakfast at 5:30. هي تناولت الفطور الساعة 5:30. B. They sold eggs and vegetables. هم باعوا البيض والخضروات. C. She read a book. هي قرأت كتاب. D. She went to bed at 9:30. هي ذهبت للفراش الساعة 9:30. E. She got up at 5:15. هي نهضت الساعة 5:15. انظروا إلى الجملة A. جملة ماضي بسيط، she فاعل، had فعل بالماضي، breakfast at 5:30 هي تتمت الجملة. أوكي، بارت 2 read and write الجزء الثاني اقرأ واكتب. لدينا مجموعة من الكلمات في الإطار الأزرق: got up نهض، had تناول، made صنع، did عمل، went ذهب، read قرأ. Hi, my name is Dima. هي عم تقول لكم مرحبا أنا ديما، سوف أبدأ قراءة النص. It's Saturday today. ماذا تقول ديما لنا؟ It's Saturday today. إنه السبت اليوم. I got up this morning at 8:00. نهضت هذا الصباح الساعة 8:00. I helped my mom and I. ساعدت أمي وأنا فراغ my bed. ماذا فعلت لفراشي؟ طيب. I فراغ breakfast at 8:30. أنا فراغ الفطور الساعة 8:30. Then I. ثم أنا فراغ my homework وظيفتي. And I فراغ a book وأنا فراغ كتاب. In the afternoon بعد الظهر I فراغ to the market إلى السوق. أنا فراغ إلى السوق with my mother مع أمي. لقد أصبحت سهلة الآن، أليس كذلك؟ Part 3 look read and answer الجزء الثالث انظر اقرأ أجب. انظروا إلى ماهر، ماذا يقول لنا ماهر في الأعلى أعلى الصفحة؟ I'm ماهر، أنا ماهر. This is what I did yesterday. هذا ما فعلته البارحة. طلعوا ماذا فعلت. انظروا إلى الساعة على اليسار، أول ساعة على اليسار. I had lunch at. تناولت الغداء at، يعني الساعة كذا، بدنا نكتب الساعة كذا. شو الساعة؟ What time is it؟ انظروا إلى الساعة. It's 2:00. صحيح. الساعة الثانية البعدها أو التالية. I went to the swimming pool at. ذهبت إلى المسبح الساعة. انظروا إلى الساعة. What time is it؟
It's half past seven. Yes. Okay. اللوحة الثالثة أو الساعة الثالثة. I got up at نهضت الساعة. It's what time is it? Look at the picture. What time is it? It's quarter past six. السادسة والنصف. صحيح. ننتقل الآن إلى الصورة الرابعة. I had breakfast at. تناولت الفطور الساعة. What time is it? Look at the picture. It's 7 o'clock. صحيح. التالية الساعة التالية. I watched television at. شاهدت التلفاز الساعة. الساعة ماذا؟ What time is it? It's 8 o'clock. إنها الثامنة. صحيح. اللوحة الأخيرة. I read a book at. قرأت كتاب. What time is it? Look at the picture. It's 3 o'clock. أليس كذلك؟ إنها الساعة الثالثة. إذن أنا قرأت كتاب الساعة الثالثة. السؤال number one. What time did ماهر get up? انظروا إلى الفاعل هنا ماهر. ماهر. في أي وقت نهض ماهر؟ انظروا إلى الساعات. انظروا إلى اللوحات جيدا. في أي وقت نهض ماهر؟ He got up. بما أني أتكلم عنه هو. هو نهض. He got up at a quarter past six. الساعة السادسة والربع. Number two. What time did ماهر have breakfast? What time did ماهر؟ في أي وقت تناول ماهر الفطور؟ نقول he. نعم الفاعل. had. فعل بالماض. breakfast. at. هو تناول الفطور الساعة. متى؟ انظروا إلى اللوحة الموجود فيها البريكفاست. at 7 o'clock. صحيح. طيب لقد ساعدتكم في اللوحة الثانية وفي السؤال الثاني. السؤال الثالث. What time did ماهر go to the swimming pool? Number 4. What time did ماهر have lunch? Number 5. What time did ماهر read a book? Number 6. What time did ماهر watch television? هنا عليك أن تكتب الإجابة. الجواب يكون عبارة عن جملة بالماضي البسيط. فكروا، ابحثوا، وأنا أثق بكم يا صف الرابع. Part 4 read and write. الجزء الرابع أقرأ وأكتب. لدينا كلمات الاستفهام. What time في أي وقت. What ما أو ماذا. Where أين. أين مثلا أقول إلى أين أنت ذهبت في العطلة. أين القطة. أين الباب. أين الشباك. أليس كذلك. أين. Number 1. Where did you go on holiday with your family. إلى أين أنت تذهب مع عائلتك في العطلة. إلى أين. I went to Latakia. الجواب I went to Latakia. I أنا وين ذهبت. To Latakia. إلى اللاذقية. Number 2. فراغ did خالد get up this morning. فراغ did خالد get up this morning. نهض خالد هذا الصباح. انظروا إلى الجواب سوف يساعدكم ما الكلمة المناسبة هنا. He got up at 7 o'clock. هو نهض الساعة السابعة. الجملة الثالثة أو السؤال الثالث. فراغ did you learn at school yesterday. تعلمت في المدرسة البارحة. الجواب I learned about animals. أنا تعلمت عن الحيوانات. أوكي. إذا ما هي كلمة الاستفهام هنا يا صف الرابع. Number 4. فراغ did you go yesterday afternoon. ذهبت البارحة بعد الظهر البارحة. ذهبت بعد الظهر البارحة. I went to the park. ذهبت إلى المتنزه. أصبحت سهلة الآن. أليس كذلك يا صف الرابع؟ Part 5 read and write. الجزء الخامس اقرأ وأكتب. سوف تكتب هنا سؤالا، ولهذا أنا ركزت كثيرا على تشكيل السؤال منذ بداية الوحدة الثالثة عشر. السؤال الأول يقول What time did you get up yesterday؟ في أي وقت نهضت البارحة؟ الجواب I got up at quarter past six. نهضت الساعة السادسة والربع. طيب هنا السؤال الثاني غير موجود. أنت عليك أن تقوم بترتيب هذا السؤال أو تشكيل هذا السؤال. كيف سوف أركب سؤالا؟ مما يتألف السؤال. أولا لدينا أداة الاستفهام أو
كلمة الاستفهام، ثم لدينا فعل مساعد، ثم لدينا فاعل، ثم لدينا فعل أساسي، ثم تتمت الجملة. أوكي؟ طيب كيف سوف أعرف أداة الاستفهام؟ كيف سوف أعرفها؟ ما الشيء الذي يدل عليها؟ انظروا إلى جواب السؤال الثاني. I had breakfast at quarter to seven. تناولت الفطور الساعة السابعة إلا ربع. تناولت الفطور الساعة السابعة إلا ربع. معناتها في أي وقت تناولت الفطور؟ في أي وقت أو ما الوقت؟ الفعل المساعد. انظر ارجعوا أيضا إلى الجواب. I had had كلمة بالماضي، إذن هنا لدينا did حكما. ثم الفاعل، الفاعل كيف أعرف الفاعل؟ أيضا أعود إلى الجواب، أقول في الجواب I. إذا كان في الجواب أو في الجملة I، إذن السؤال يكون you. أوكي؟ did you. الفعل الأساسي I had breakfast at quarter to seven. أنا تناولت، تناولت يتناول. أوكي؟ إذن هنا الفعل الأساسي يتناول breakfast، تتمت الجملة. سوف أعود وأرتب السؤال مرة ثانية. هنا في الجواب أنا ذكرت وقت، إذن هنا أستخدم في السؤال what time. What time did you have breakfast؟ What time did you have breakfast؟ السؤال سوف أسألكم أنا سؤال، لماذا قلت have ولم أقل had في السؤال؟ لماذا؟ لأن هناك did. صحيح، لأن هناك did. did يأتي الفعل بعدها بالمصدر مو بالماضي. أوكي؟ لذلك قلنا what time did you have breakfast. أما في الجواب تعود have إلى had. I had breakfast at a quarter to seven. لماذا عادت إلى ماضي؟ لأن السؤال بالماضي، علينا أن يكون الجواب جملة ماضي بسيط. وهكذا بالنسبة إلى الأسئلة المتبقية. أحضروا دفترا وقلما من الرصاص، عودوا إلى هذا المقطع كذا مرة، اكتبوا لي على جدولي على تعليقاتي على قناتي وأنا سوف أطلع عليه. Part 6 project. لدينا هنا موضوع do a survey. سيرفي حكينا، تكلمنا عنها، مسح معلومات، إلقاء نظرة عنك أنت، معلومات عنك أنت. مثلا اختار ثلاثة من أصدقائك، ضع هنا اسم name، إذا انتبهتم name اسم الشخص الذي سوف تسأله، ضع اسمه. نريد ثلاث أشخاص، ثم تسألونهم السؤال التالي لكل شخص حتى تأخذوا معلومات عن هؤلاء الأشخاص. السؤال الأول What time did you get up yesterday؟ اجينا على الشخص الأول أو الإنسان الأول أو هذا الشخص اللي أمامنا، سألنا What time did you get up yesterday؟ في أي وقت نهضت البارحة؟ طيب جينا على الثاني، سألنا كمان What time did you get up yesterday؟ في أي وقت نهضت البارحة؟ كيف يكون الجواب؟ I got up at مثلا quarter past seven، سابعة والربع، وهكذا. السؤال الثاني What did you do in the morning؟ ماذا فعلت في الصباح؟ What did you do in the afternoon؟ ماذا فعلت بعد الظهر؟ What time do you go to bed؟ في أي وقت تذهب إلى النوم؟ What did your mother and father do؟ ماذا يفعل والدك ووالدتك؟ لكل شخص مسح معلومات. أوكي؟ وأنا أثق بكم.